ده من خلال ضيفنا العزيز الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي الكبير وعضو مجلس شيوخه. بالمناسبة كمان دكتور عبد المنعم هو أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، فعندنا النهاردة الحسنيين الحقيقة، تحليل ومشاركة. أهلا بيك يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب وبألف خير. أهلا بيك. النهاردة احنا بنقول عندنا يعني ميزة نوعية كبيرة جدا، إن حضرتك كنت أحد أبناء يعني كانت البطولة دي حاجة تانية، خليها دي لتقييم الآخرين، إنما لا أنا شاركت في هذه الحرب وفخور بها وكان شرف كبير يعني. حضرتك بقى يعني الموقع كان فين؟ المهمة كانت إيه؟ أنا كنت رقيب جنت بعد ما اتخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في سنة 70 على طول للقوات المسلحة، كان ساعتها ما فيش يعني بيتم التجنيد. كان أيضا السنة الوقت اللي دخلت فيه القوات المسلحة كان الوقت اللي توفى فيه الرئيس عبد الناصر، وبدأنا على طول يعني بقى من سبتمبر 70 لغاية ما سنة بعد الحرب أكتوبر 73 أنا طلعت في سبتمبر 74. إنما فترة الحرب كانت كتيبة تبع سلاح المدفعية، وكانت كتيبة 654 مقذوفات مضادة للدبابات، صواريخ مضادة للدبابات، وكان دوري فيها الاستطلاع. يعني كنت واخد فرقة كيماوي وفرقة حرب كيماوية وفرقة أصلا لو الإسرائيليين يعني استخدموا أسلحة إشعاعية أو نووية يعني، وكنت أيضا في المساحة العسكرية، فكنت في الاستطلاع بتاع الكتيبة اللي مهمته انه طبعا بيراقب بعض الامور اللي زي الحاجه الكيماويه او الاشعاعيه، انما بالاضافه لكده كان ايضا تحديد الاهداف اللي بعد كده الوحدات اللي هي الكتيبه 654 كان فيها نوع من الصواريخ اسمه مالوتكا. الصاروخ دوت كان بيطلع من عربيه مدرعه الى على مسافه 3 كيلو لضرب دبابه اسرائيليه. ده المدى بتاعه. المدى بتاعه. فالكتيبة كانت من الكتائب يعني الكتائب اللي قبلت بلاء حسنا، ضربنا 54 وحدة مدرعة للإسرائيليين منهم 40 دبابة. وتمت المهمة بنجاح. وأحد الأفراد أعتقد كان في الوقت ده الرقيب محمد صادق خريج علوم القاهرة، ضرب 20 دبابة إسرائيلية من ال 40 دول ب 20 صاروخ. وخد أخد نجمة سينا. على هذا يعني يعني انا ما اعرفش طبعا اراضيه ايه اذا كان يعني موجود كل سنه وهو طيب، وكل الناس اللي شاركوا في هذه الكتيبه العظيمه كل سنه وهم طيبين دايما.